أيوة. ومين يجيب لنا الفن دايم؟ رأفت درسي، في غيره؟ فين حنروح منه؟ يسعد صباحك. صباح الخير يا غادة، وصباح الخير يا بدر. تبعوا الحفلات ما عم تهدوا، يعني هلا احنا من حفله الى حفله لحتى نجيب لكم اجمل الاجواء اللي عم تكون بهالحفلات، وايضا اخبار على الجانب. بلشنا نحن بحفله مسرح المجاز اللي كان فيها ملحم زين ونجوى كرم. ما بدي اخبركم قديش الاجواء كانت رائعه، واحد لانه ملحم ونجوى معودين يجتمعوا بحفلات مع بعض، واثنين لانه المسرح نفسه هو مسرح يدعو الى الفرح، مسرح هيك عائم على وجه المياه مفتوح. خلينا نشوف الاجواء، ما حتحدث كثير انا. يلا. مسرح عالمي، مسرح مهم جدا، نحن مبسوطين جدا انه اليوم موجودين، لانه يعني وقفوا عليه كبار نجوم العالم. هيدي حفلات المجاز، مش حفلات عاديه، بالتالي لي الشرف والدعوه، واكيد انا وست نجوى كرم حتكون حفله حلوه. مسرح المجاز هي منا معنى مجازي، هي معنى حقيقي للمسرح الثقافي، للمسرح اللي كان له وهجه وتاريخه مع كل الفنانين العالميين والفنانين العرب ومع العمالقة. فإن شاء الله نقدر نحن نحط بصمة من اللي هني شوي حطوا.